الكبيرة الممتدة والتي لا تعرف إلا رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ستظل وستبقى باقية إلى الأبد بإذن الله تعالى. وفي هذه رسالة واضحة لعموم المسلمين أن الرابطة الحقيقية التي تربط المسلمين بعضهم ببعض هي رابطة الإسلام ورابطة الدين. ومهما حاول أعداؤنا أن يبعدونا وأن يصرفونا عن هذه الحقيقة، إنها تبقى دائما متجددة، تبقى دائما واضحة جلية. ولعل الفاتح العظيم محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية قبل أكثر من 700 عام كان يستشعر هذه اللحظات، وكان يستشعر الأجيال التي ستأتي من بعده، وأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وأن الذين حولوا آيا صوفيا إلى متحف ها هم الآن قد واراهم التراب وقد طواهم النسيان، وأن الفاتح العظيم محمد الفاتح يعود ذكره ويعود للمسلمين، وكأنه الآن حي بيننا، وكأن الفاتح العظيم موجود بيننا. إنني أستشعر بآلاف وملايين المسلمين الآن، من حضر منهم إلى آيا صوفيا ومن لم يحضر يستشعر بأن هذا يوم من أيام الله، هذا يوم تاريخي، هذا يوم عظيم من أيام المسلمين، من فتوحات المسلمين لا يؤكد برمزيته ودلالته بأن للإسلام رجال، ولا بد لكل فارس ولكل حامل فكر ولكل مجدد لا بد أن له يوم، فإن أيام الله سبحانه وتعالى هي للاختبار والامتحان، وإن المحن العظيمة التي مرت بالمسلمين والتي ما ظنوا أبدا أن أياما كهذه ستعود ما هي تعود من جديد، وإن مساجد المسلمين في قرطبة والأندلس بل إن رومية نفسها بل إن الفاتيكان نفسه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن رومية تفتح بإذن الله تعالى بعد القسطنطينية، ونحسب أن هذا فتح ثاني للقسطنطينية، حيث أن من يوجد هنا مسلمون، وأن الفتح يفتتح بالتكبير وبالتهليل وبالصلاة، أي أن عودة الإسلام وعودة روح الإسلام قد تكون هي المقصودة وقد تكون هي الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة العظيمة. أيها المسلمون في كل مكان، أيها المتابعون، يا من كنتم تتمنون أن تكونوا معنا في هذا اليوم، أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فرب إنسان في أقاصي الأرض أو حتى في غياهب السجون أو في أي ظرف يحول بينه وبين أن يشارك المسلمين فرحتهم وفتحهم ونصرهم وتهليلهم لا يتمنون في هذه اللحظات أن يكونوا معنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في بعض غزواته إن أناسا في المدينة تخلفوا عنا ما منعهم إلا العذر، ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولعل هناك من لطائف قدر الله سبحانه وتعالى عندما نرى أن مكة لا يقام فيها الحج هذا العام بل أعداد معدودة، نجد وكأن هناك إشارات بأن عندما تعطل الأمور في عاصمة من عواصم الإسلام فلأن الإسلام تكون له قومة وتكون له صولة، فهل هي إشارة بأن تعطل الحج وإن تعطل هناك إلا أن هناك جموعا تجمعت في نفس الأيام وفي نفس التوقيت لكي تعلن للعالم أجمع أن أمة الإسلام لا ولن تموت، أن أمة الإسلام باقية، أن دين الله سبحانه وتعالى باق؟ هل كانت إشارة عندما تعطل الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى فتعطل في مكان وتهيأ لها الظروف في مكان آخر؟ ها هم الناس الآن رغم ظروف كورونا ورغم أنهم قد لبسوا جميعا الكمامات
وأخذوا بكل الاحتياطات، إلا أنهم لم يبالوا إلا أن يشاركوا في هذه الفرحة وفي هذا المكان وفي هذه الساعات العظيمة، ليقولوا للناس، ليقولوا للدنيا كلها أننا باقون مستمرون صامدون، لا نبالي بالمخاطر، لا نبالي بالأمراض، لا نبالي بالمشاق، لا نبالي بكل هذه الأمور، طالما أن هذا الأمر من أجل الدين. نجد الآن الناس لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا على كبير على صغير، بل الجميع كلهم قد وفدوا إلى هذا المكان في صعيد واحد، في مكان واحد، قد افترشوا الساحات وقد افترشوا الأماكن كلها، وقد امتلأت بهم الحدائق. لمن لا يعرف، الساحات هنا حول آيا صوفيا والسلطان أحمد وهذه المنطقة ساحات شاسعة شكلها، بها من الحدائق وبها من الأماكن والطرقات التي تتسع لمئات الآلاف وربما لملايين المسلمين. إنه يوم عظيم وساعة كبيرة من أيام الله سبحانه وتعالى أن نرى وأن نشاهد كل هذه وكل هذا المستقيم والكبير الذي يدل بوضوح كبير أن دين الله لا وأن نصره الآن، ومهما تأثرت الأمور فإن الله عز وجل ناصر أمتنا، وإن الله عز وجل لا يؤيدنا سبحانه وتعالى بنصره وقوته وإمهاده. الله عز وجل، الله أكبر، الله أعلى وأجل، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، إنها رسالة للأقصى، للمسجد الأقصى الأخير الحاضر سلطة الإسلام السلطاني، وأبشر إن الإسلام قادم وإن الإسلام أفلا أعزل هذا الدين كذل سعى سبيس أو بذل ذليل عزا وعزل.